بمناسبة عيد المرأة حبيت أن نقدمكم كلمة باش نشوف دور المرأة في المسيرة التونسية في دقيقة ولا دقيقة ونص. كلكم تعرفوا أن تونس بلاد عظيمة، هي صغيرة في الحجم 164,000 كيلومتر مربع فقط، أما كبيرة بنساها ورجالها حضارتها وثقافتها. تونس عرفت العديد من العواصم، أول عاصمة في الجمهورية في بلاد تونس في بر تونس من 7,000 سنة كانت قفصة، لا كابسين كانت اسمها عليها. بعد قفصة أوتيك ولات عاصمة تونس، من بعد كارتاج، ومن بعد سميتة، من بعد القروان، ومن بعد المهدية، وتونس المدينة ولات عاصمة في 1160 ميلادي. عادة يحكيو لنا برشا على ابن خلدون، على سانت أوغستان، على ماغون، على الإمام صحنون، على خير الدين باشا، وعلى الزعيم الحبيب بورقيبة. أما ينساو منوبية الورتاني، هذه امرأة عام 1924 طلبت التنحيت السفساري. توحيدة بالشيخ اللي هو أول طبيبة تونسية وأول طبيبة عربية. ينساو اللي أول محامية وأول قاضية في العالم العربي هي تونسية. ينساو عليسة والكاهنة وعزيز عثمان. يقولوا زادا سيدي بولبابة في قابس، وسيدي المازري في المستير، وسيدي محرز سلطان المدينة، وسيدي بالحسن الشاذلي، وينساو السيدة المنوبية. في معركة التحرير اللي جابت لنا الاستقلال، ينساو اللي من المظاهرات الكبيرة اللي صارت في البلاد. نهار 9 أبريل 1938 هبطوا آلاف حراير تونس كما يقولوا بالسفاسر نتاعهم، مئات دخلوا للسجون المستعمر، وزوز ماتوا تحت التعذيب اللي هما آمنة بنت إبراهيم ومجيدة بن قليلة. يقول طاهر الحداد وكتابه الشهير في عام 1930، أما عام قبل في 1929 حبيبة المنشاري طالبت بتنحيت الحجاب وطالبت بمنع تعدد الزوجات. ينساو زاد الشريفة المسعدي، نبيها بن ميلاد، بشيرة بن مرايد، وعايشة بلاغة. في الثورة أول من هبط للشارع في سيدي بوزيد والمتلوي وأم العرايس والمغيلة هما نساء تونس في 2008، هبطوا يدافعوا على خبزة رجالهم وولادهم. في 14 جانفي تتفكروا النساء أكثر من الرجال في شارع بورقيبة. الاعتصامات اللي وقعوا في القصبة وخاصة اعتصام باردو مدة شهرين، النساء تطيب في دارها وتجيب باش توكل للمعتصمين. اليوم المرأة التونسية تقود الطيارة، تقود البواخر الحربية، البواخر الأخيرة اللي بيشنوها، مهندسة، قاضية، طبيبة، تشرف على أكبر مؤسسات، سفيرة، وزيرة إلى آخره. ولذا لا خوف على نساء تونس ولا خوف على تونس، وكما قال شاعرنا صغير ولد أحمد ربي يشفيه، نساء بلادي نساء ونس. عيدكم مبروك وسهرة طيبة. زميلاتي العزيزات، زملائي الأعزاء، يطيب لي وتونس احتفل بكل اعتزاز بالعيد الوطني للمرأة أن أتوجه من خلالكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لنساء تونس كافة، راجيا لهن مزيد التقدم والنجاح والتألق. وألوه بهذه المناسبة السعيدة التي تكرم فيها اتصالات تونس موظفاتها من كافة الجهات وكافة الإدارات بالجهود القيمة والبناءة التي تبذلها المرأة صلب مؤسستنا جنبا إلى جنب مع زملائنا باعتبارها سندا قويا لتعزيز تنافسية اتصالات تونس، ورافدا أساسيا من روافد نموها وتطورها. وإني لواثق بأن المرأة التي تمثل تصور قداش 40% من مجمل موظفين اتصالات تونس، والله هذا فخر لاتصالات تونس وجهرها. وإني إذ أتأهب لترك موقع القيادي بالمؤسسة بعد تجربة كان لي فيها عظيم الشرف، عظيم الشرف
بالعمل مع نساء ورجال اتصال تونس، فإني على ثقة تامة بأن موظفات اتصال تونس سيكون على الدوام في مستوى الأمان المعلق عليهم والمسؤوليات المنقولة إليهم في سائر المجالات والتخصصات. اتصال تونس أمانة بين أيديكم، فحافظنا عليه. وكل عام والمرأة التونسية بخير.